السلام عليكم. هنعمل النهاردة سوا السمك المقلي بكل تكاته والرز الصيادية كمان، وهنعمل السمك دقة هتعجبكم قوي. اول حاجة انا كنت غسلت السمك وشقيته بالطريقة دي، وده فلفل اخضر وجزر مبشور وبصلة مبشورة، وده الدقة بتاعتي. ده الدقيق، معلقتين من النشا وست معالق من الدقيق ومعلقة من الثوم البودرة، وقلبت كويس. هنولع النار ونحط الحلة وننزل بمعلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة والبصلة المفرومة، وهنديها تقليبة. ونرجع بقى تاني للسمك. عايزة اقول لكم ان التتبيلة بتاعته كانت عبارة عن قرن من الفلفل الاخضر وخمس فصوص من الثوم واربع معالق من الملح ومعلقة من الكزبرة ومعلقة من البابريكا والشطة، وحطيتهم في الكبة ضربتهم كويس جدا وعصرت عليهم نص ليمون. دلوقتي انا تبلت السمك زي ما انتم شايفين، ودخلت في التشقيقات اللي انا عاملاها عشان يتشرب الدقه كويس جدا، والتشقيقات دي بتساعد السمك ان هو يستوي جدا في الزيت. دلوقتي عصرت عليه نص ليمونه وهغطيه وهشيله في التلاجة. وهنا البصله كانت بدات ان هي يبقى لونها بني فاتح حلو مش محروق، هننزل عليها بالجزره المبشوره تبقى معاها بالشكل ده، وهننزل بالفلفل الاخضر ونديله تقليبتين برضو تشويحه حلوه. وننزل بالميه، انا بحط كوبايتين من الميه وبسيبها تغلي، ونص معلقه من الكمون ومعلقه من الملح، وما تنسوش نص معلقه السكر اللي انا حطيتها في البدايه عشان بتخلي البصله لما بتتحمر كويس ما تحرقش المعده. على العموم اي طبيخ نعمله او اي حاجه نستخدم فيها البصل لازم نحط لها نص معلقه من السكر. رتبت الحله ودلوقتي هبدا اجهز السمك. هحط الدقيق والنشا بالشكل اللي انتوا شايفينه، الكزبرة الناشفة بتدي ريحة حلوة قوي للسمك لما بنيجي نقليه، فما تنسهوش ما تنسوهاش في الخلطة بتاعتنا. دلوقتي كنت انا انتهيت، هولع المقلاية وننزل بيها في الزيت. حطينا الزيت في المقلاية وهنسيبه يسخن جدا، وننزل بالسمك بالشكل اللي شايفينه. دلوقتي هنعمل سوا الدقه بتاعت السمك، ودي بقى حاجه هتعجبكم قوي. دقينا التومه ودي شطه هريسه، انا بكون ضربها في الكبه وشايلها في الفريزر بستخدمها في كل حاجه. نزلنا معلقتين من الزيت والتومه فوقيها تتحمر كويس، وبعدين هننزل عليها بمعلقه الشطه الفريش اللي انا وريتها لكم من شويه. هنا كانت اتحمرت كويس، طفيتها بالخل يعني نزلت عليها بالخل، وهسيبها تاخد غلوه. وهنا كان الرز اهوت بديله التقليبه بتاعته، هغطي الرز واسيبه يكمل سواه. هنا كان استوى، شايفين هنا الفلفل جميل ازاي. خلاص كده هغطي عليه وهقلب السمك، شايفين لونه ذهبي وحلو، وكمان النشا ما خليتوش يشرب نهائي من الزيت. دلوقتي انا هغرف الرز والسمك بالشكل اللي انتوا شايفينه. الرز الجزر بيديله ريحه وطعم جميل جدا، وكمان الفلفل الاخضر. اما السمكه دي فانا هعملها بالدقه اللي انا وريتها لكم المشطشطه دي، دقه اسكندرانيه اللي هي هتعجبكم جدا ان شاء الله، هتخليكم دايما تعملوا سمك. انا بنزل عليها بالدقه وبسيبها تتشرب كويس من الدقه دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي سبسكرايب للقناة ولايك وتدعموني كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.